صاحب السمو أمير البلاد أرض الوطن حوالي الساعة 10 من صباح اليوم. ازداد التوتر في شرقي بيروت اليوم عندما قامت عناصر أسعد الله مساءكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعرب ولي العهد ونائب رئيس الوزراء في المملكة العربية السعودية صاحب السمو أسعد الله أوقاتكم، نحييكم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، نحييكم من تلفزيون الكويت ونقدم لكم موجزا لأهم الأنباء. اختتم وزارة والآن أعزائي مع أهم أخبار الساعة 12. ما زال مجلس الأمة يواصل النقاش العام في موضوع جامعة الكويت وبالذات بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من تلفزيون الكويت ونقدم لكم موجزا لأهم الأنباء. أيها الأخوة، طابت أوقاتكم جميعا. في ختام مواد برامجنا لهذه الليلة نحييكم وإلى حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. ناشدت منظمة مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من تلفزيون الكويت ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. قتل جندي أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلفزيون الكويت يحييكم ويقدم لحضراتكم أهم الأنباء. جرت اشتباكات عنيفة صباح اليوم بين قوات الجيش اللبناني سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم في هذا العرض السريع لأهم وآخر الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد أعزائي المشاهدين، سادتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم. نحييكم من تلفزيون الكويت ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الساعة 9 مساء. بسم الله الرحمن. We'll be right back.
مساءكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذه الليلة. البداية مع الزميلة فاطمة عبد الوهاب. مساء الخير. في نشرتنا لهذه الليلة مقابلات حضرة صاحب السمو أمير البلاد النائب الأول لرئيس. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ومساء الخير. نحييكم ونقدم لحضراتكم موجز 11 من القناة الأولى. استقبل سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ البحرين تحتفل باليوم الوطني. روسيا تعرض إجراء مفاوضات سلام مع الشاشان. سقوط ثاني أهم مدن بيهاج في أيدي الصرب والانفصاليين البوسنيين. وميجر يعترف بهزيمة المحافظين في الانتخابات الفرعية. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم نشرة أنباء الساعة 9. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعث حضرة صاحب نجدد لكم التحية أيها السادة من تلفزيون دولة الكويت، وإلى حضراتكم مجزء 12 ظهرا. فريق للتحقق في حادث طائرة النقل العسكرية الأمريكية التي هبطت اضطراريا بمطار الكويت. ذكر متحدث عسكري باسم وزارة الدفاع أنه تم تشكيل فريق كويتي أمريكي مشترك للتحقيق في أهلا بكم أيها السادة، موجز لآخر وأهم الأنباء من تلفزيون دولة الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمع خادم الحرمين الشريفين وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تلفزيون دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم مو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يقومان بزيارة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين في مقر إقامته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى نشرة 9 من تلفزيون دولة الكويت من هنا من الكويت عاصمة الثقافة العربية. ونبدأ بهذا الخبر من الكويت، حيث أقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا في كل مكان. من تلفزيون دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم موجز 11. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت مصادر طبية فلسطينية إن
جيش السباح الأحمد والإلوان سمو أمير البلاد حفظه الله سيعود إلى أرض الوطن الأسبوع المقبل. زيني متفاول رغم التوتر والاجتماعات الأمنية الفلسطينية الإسرائيلية تستانف اليوم. بادرة حسن نية باكستانية لا تنهي المخاوف الهندية. والسلطات الأفغانية تحدد مكان زعيم حركة طالبان ولم تعتقله. أيها السادة أهلا بكم. عاد إلى البلاد الليلة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قادم. أهلا بكم. اختتم وزراء Ladies and gentlemen, good evening from Kuwait Television. We present to you the latest news. After visiting Souk Shark, that has arriving to Baghdad in order to open new fronts. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة منتصف الليل نبدأها بالعناوين. معارك عنيفة وسط بغداد بعد أحكام التحالف الطوق على المدينة. بوش وبلير يتفقان على منح الأمم المتحدة دورا حيويا في عراق ما بعد الحرب. والمتحدث باسم قيادة التحالف يعلن تحقيق تقدم كبير لقوات التحالف في مختلف أنحاء العراق. تسلم حضرة صاحب السمو. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تحتفل دولة الكويت اليوم بال مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم. قال رئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من تلفزيون دولة الكويت إلى نشرة العالم هذا الصباح. دولة الكويت تشيع في جنازة مهيبة أميرها وفدون على الكويت للإعراب عن تعازيهم ومواساتهم بوفاة فقيد الكويت الكبير. وسط مظاهر كافة شرائح ومؤسسات المجتمع الكويتي في أكبر خسارة. سادتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقدت دولة الكويت اليوم الوالد الكبير صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
مرحبا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة منتصف الليل من الكويت. نبدأ نشرتنا باستعراض أبرز عناوينها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله منصف المرزوقي برئاسة تونس. بسم الله الرحمن الرحيم. بحفظ الله ورعايته عاد حضرة صاحب السمو مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الثالثة مساء من الكويت. أهلا بكم وإلى العناوين. مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم ونرحب بكم من تلفزيون دولة الكويت وآخر الأخبار المحلية. ونبدأها بالعناوين. سمو ولي العهد يشيد بالإنجاز التاريخي للسوريين في الأردن. أهلا بكم مجددا. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل حضرة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز لآخر وأهم الأخبار. قتل 10 أشخاص. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم من تلفزيون دولة الكويت وإلى حضراتكم نشرة أخبارنا المحلية لهذه الليلة والتي نبدأها مع أبرز العناوين. ديوان الخدمة المدنية يعين السوريين. أعلن الجهاز المركزي لمعالجة سلتي وسلتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضراتكم نشرة الأخبار المحلية من تلفزيون دولة الكويت. و مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في موجز لأهم وآخر الأنباء. انطلقت في العاصمة الأندونيسية جاكرتا أعمال القمة الاستثنائية حول فلسطين. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من الكويت نحييكم أينما كنتم، وهذه نشرة منتصف الليل نبدأها بالعناوين والزميلة إيمان. شكرا عبد العزيز، أهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم. في أهم عناوين هذه النشرة، الكويت تدين بشدة العمل الإرهابي الذي وقع بمحافظة القطيف السعودية. امتحانات المرحوات سوريا، الديمقراطية تقترب من مدينة الرقة. ومن العناوين إلى التفاصيل، تفضل عبد العزيز. شكرا إيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث حضرة صاحب السمو أمير أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء.
تستمر اليوم الثاني على تب. مشاهدينا الكرام أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار يأتيكم من تلفزيون دولة الكويت. أعلنت وزارة الداخلية أنه استكمالا لجهود الجهات الأمنية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير. نشرة منتصف الليل من تلفزيون دولة الكويت يصحبنا في لغة الإشارة زميل عبدالله تتان وعناوين هذه النشرة مع الزميلة إيمان. شكرا فايز وأهلا بكم مشاهدينا وكل عام وأنتم بخير. في أهم عناوين نشرتنا، ضيوف الرحمن ينفرون إلى مزدلفة بعد أن من الله عليهم بالوقوف على رغم زيادة عدد الإصابات. وإلى بداية التفاصيل مع زميلي فايز. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. أتم حجاج بيت موجز السادسة أهلا بكم. ارتفعت حصيلة شهداء عدوان سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استقبل حضرة صاحب السمو حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى أكثر قضية كبيرة. نشرة الثالثة أهلا بكم، نقرأها على حضراتكم أنا الزينة الله حسن العجمي ويرافقنا في لغة الإشارة خليفة آل بن علي. ولا تفاصيل هذه النشرة لديك حسن. شكرا زينة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نحو 40 شهيدا فلسطينيا أغلبوا في السباق نحو الحكومة. مشاهدينا أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة التاسعة نقرأها على حضراتكم أنا الزينة الله ورسام الجزاف ويرافقنا في لغة الإشارة خليفة آل بن علي. ولتفاصيل هذه النشرة لديك بسام. شكرا زينة. بسم الله الرحمن الرحيم. جاءنا من الديوان الأميري مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر أميري بتعيين نائب للأميرة بعد أهلا بكم مشاهدين الكرام. استقبل حضرة
evening. We present the 8 o'clock news from Kuwait Television. In tonight's main points, His Highness the Emir receives telephone. And following on from the second part of the bestseller Queenie, here is the news in brief. The State Minister for Cabinet Affairs. The 8 o'clock news from Kuwait Television, and for tonight's headlines, let's join Nahil. Good evening. We'll start our news broadcast with. In tonight's headlines, King Abdullah of Jordan hold talks and pay tribute to 118 sailors of the sunken submarine Kursk. Good evening and welcome to tonight's news. I am Najwa Asran. And I'm Ahmed Maki. Thank you for joining us. بسم الله الرحمن الرحيم. His Highness the Emir Sheikh Jaber Al Ahmed Al Jaber Al Subah. Its headlines, Kuwait celebrates the 10th anniversary of its Indonesia, announces more battalions to be sent to troubled Borneo. Thank you for joining us. Happy Liberation Day and welcome to the KTV2 News at 7. I'm Najee Al-Fazan. And I'm Justine Shao Jackson. Good evening and welcome. At the top of the news this evening, the state of Kuwait celebrates today the 10th anniversary of liberation, which marks the expulsion of the Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the 7 o'clock main news. In tonight's headlines, Syrian ground and air for lawmakers. Syrian government forces have bombarded several rebel strongholds in the suburbs of everyone, and thank you so much for keeping it right here on KTV2. It is Sunday night, in particular 7 o'clock. Why? Because
Indian Muslims Association. The Ministry of Electricity, Water and Renewable Energy introduces organization kicks off today. Good evening and welcome to the 7 o'clock.